بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أينما كنتم وحيثما وجدتم، دائما في قناتكم تسريبات جديدة وأخبار جديدة وفضائح جديدة وأعذار جديدة لفوز الأخجاع، والإعلام المروكي يحاول دائما طمس الحقيقة. لا هذا الشيء ما توروش بالمواقع، قول على أن المروك قدم أحسن نسخة، وهذا هو. على كل حال، في هذا الفيديو احنا كشفوا آخر التسريبات وماذا فعل موتسيبي وماذا قدم فوزي الأخجع لموتسيبي، والذي اعترف بعظمة لسانه على أنه لا يمكن للمروك أن تجهز بالملاعب المدرجة في الملفات، يعني ذاك الملاعب تاع الفوتوشوب قالوا لا يمكن أننا نجهزها لكم في 2025، كأنما أسبق الجزائريين بخطوة. كنا على كل حال تطرقنا لهذا الموضوع عند حوالي أسبوع، وقلنا أنه في يوم 2 فيفري ستكون هناك لجنة أو انعقاد دورة يقيمون فيها الكاف الملاعب نتاع المروك. كنت نحبذ أنها تكون بعد شهر مارس، لأنه لما يكون فيها وليد صادي رسميا ممكن نشوف فوز الأخجع بعيد عن اللجنة التنفيذية، ممكن هنا نشوفه يعني مقترحات، ونشوفه هنا يعني قرارات تفيد بنقل كأس إفريقيا لبلد آخر. جزائر غير معنية على كل حال. لكن على العموم، فوز الأخجع لما شاف على أنه الجزائريين فيقولوا باللي كان هناك لجنة وراح يتكلموا على هذه الملاعب، راح سبقنا بخطوة وراح استدعى باتريس موتسيبي، العنوان البارز في المواقع المروكية أنه لحضور نهائي كأس إفريقيا للسيدات، وهذا ما يعني مستحيل، لأنه كأس يعني موتسيبي جاء بوفد هام مختص أيضا في مراقبة الملاعب، يعني هما اللي راح يكونوا حاضرين في شهر فيفري. هذو باش يراقبوا الملاعب. حبابنا خوت، يعني نحاول نلخص قد ما نقدر. فوزي الأخجع إذن يعترف ويقول أن الملاعب لا يمكن أن تجهز، لأنه في ظرف 3 سنوات قلنا ما زال التقنيين يقولون نحن في مرحلة تجريب، لا ندري إذا ما راح نديروا هذه الباب منا ولا الباب ملهيه، إذا نديروا هذا النوع نتاع العشب منا هذا أو نديروا عشب آخر، يعني ما زالهم في مشاورات. بالإضافة راهم يشتكون من انعدام الموارد وانعدام الأموال، لذلك فوزي الأخجع بما أنه مكلف بالمالية في الحكومة المروكية الخاصة بعزيز أخنوش، شق سياسي وشق رياضي، ويقول لك صادي ليس له الحق في الترشح. على كل حال موضوع آخر، اقترضوا 415 مليون دولار، قال لك أنه باش نبنيو بنى تحتية ونسكنوا الناس اللي راهم يعني في العراء على غير سكان الحوز، ولكنها هي باش يزيدوا يخلصوا هذو الناس ويجيبوا لهم السيمان ويجيبوا لهم الياجور. على كل حال موضوع أيضا موضوع آخر نخصصوا فيديو، وعدم الجاهزية. قلت أنه فوزي الأخجع باتريس موتسيبي أخبره يعني بصريح العبارة على أنه المغرب غير جاهز، المغرب لن يجهز خلال عام، يعني هذيك الملاعب المدرجة في الملف غير لن تجهز. وفوزي الأخجع هنا بدا يضحك يعني الشعوب الإفريقية صراحة. واش قالوا؟ قالوا لكن في حال عدم الجهوزية راح نروح لكم الى الملاعب البديله، واللي درناها لكم ايضا في الملف، وهذا الشيء لاول مره نسمع به صراحه. من قبل كانوا يقولوا باللي في الملف عندنا 6 ملاعب او 5 ملاعب بالاضافه الى 24 ملعب تدريب، كل منتخب عنده ملف واحد، هذا كان يقول. الان ملاعب التدريب مازال ماهيش جاهزه، والملاعب ما راهيش جاهزه، الملعب الرئيسي اللي زعما راح يقام فيه الافتتاح والاختتام مازالوا في حاله رتوش، مازالهم يعاودوا يعني في اعاده التهيئه ونبدلوا هذه ونديروا هذه. هنا باش تعرفوا. وباتريس موتسيبي اذا ما هي الحلول؟ الحلول قالوا كما قلت الابواق نتاعي، قولوا في تويتر وقولوا في اليوتيوب وقولوا في لايفات في التيك توك، عندنا 5 ملاعب، يعني 5 ملاعب الا ما جهزوش هذو راح نلعبوا في هذو. لما شفت ما شفت الملاعب، وحت ربي هي ملاعب جواريه، راكم تشوفوا في الصوره هذوما الملاعب. تصوروا انتم بطوله افريقيه في ملعب يعني لا يضم ممكن 10,000 متفرج، ملعب جواري، ملعب اطفال من بلد الملاعب، ملعب نهضة بركان، هل ملعب يعني تصوروا كأس افريقيا في مدرجات فيها سيمان فقط، ما كاش كراسي، مازال لاعبين البدلاء يريحوا في كراسي تاع بلاستيك وقابلين شميسه. من المفروض انه لما يسمع موتسيبي هذا الكلام لما فورا ما راكش جاهز، فكر في البديل، ماشي حتى تطفرهم باش تبكوا عند الجزائر. يعني هل نرضى نحن كمنتخب جزائري نلعب في منتخب في ملعب جواري في عشب اصطناعي؟ لا نرضى بهذا. ولذلك من هذا المنبر نقول للشعوب الافريقيه والمنتخبات الافريقيه شويه ذان الشوشي ذبنا لوحديكم، يد واحده ما تصفق. المروك تعيش في فقر
والبعض يقول لك احسن نسخه في العالم، يجوا للسياحه الجنسيه ماشي يجوا على جال كره القدم. اذا ودائما واللي بكم الى السؤال الجوهري اللي كامل الجزائريين سالوه، على اي اساس هذه اللجنه الالمانيه بين قوسين مقرها مراكش وتاخذ اموال بنر هذا الشيء، يعني كيفاش عطيتوها للمروك؟ اصلا المروك انت كيفاش تترشح؟ انت ما عندك والو. لكن لو كان ما ترشحتش الجزائر ما ترشحش المروك، لكن بما ان الجزائر ترشحت ترشح المروك باش دائما يغطوا على الفشل تاعهم ويغطوا على انه ما كاش هناك انجازات، باللي كان انجازات. وشنو الانجاز تاعك؟ فاز بكاس افريقيا، يا وتكلمني على الصناعه العسكريه، وتكلمني على التصدير، وتكلمني على الانتاج، وتكلمني على القضاء المديونيه، وتكلمني على البنى التحتيه، وتكلمني على الافاق المستقبليه والمشاريع الاقتصاديه، تكلمني على المشاريع الكبرى والضخمه في هذوما اللي للعالم يوقف يصفق لكم، ماشي جلد منفوخ. رياضه تبقى رياضه، ساعه ونص نروحوا لديارنا نروحوا لخدمتنا، اللي خدام خدام واللي يقرا يقرا واللي يدير سبور يدير سبور واللي كل واحد واللي في شغله. ساعة ونصف من أجل ساعة ونصف رياضة باش تغلقوا عيون الشعوب المروكية، يعني سخرتوا كل الأموال كغير نجحتوا معليش، كغير كمرتوها معليش. والله العظيم ما فهمتش أنا ومازال ما فهمتش. وفي كل مرة فوزي لقجع راهو يضحكنا صراحة، راهو يضحكنا. ومن بعد يقول الأبواق نتاعو قول باللي عندنا 5 ملاعب جوارية، لكن أنا طيلة عام أو عام عامين باللي صارت في الحرحية هذه تاع كاس افريقيا ما سمعتش على انه هناك 6 ملاعب اضافيه في حاله ما اذا. انا اسمح منكم، لكن فوزي لقجع والجامعه المروكيه باعتبار انها عندها ايادي متغلغله في الكاف، يعني تقدر في كل مره تغير لك السيناريو وتحط لك اشياء وفق واش يخرج عليها. لا بروف من قبل ما سمعتش على انه هناك ملاعب بدائل لملاعب، لكن الان رانا نسمعوا باللي في الملف لازم يكون 5 ملاعب اضافيه. لو كان غير هذوك الملاعب جاهزين، ملاعب في الصوره، ملاعب جواريه، ملعب جواري ما كاش، حنا نلعبوا في ملعب نتاع فريق من القسم الثاني مثلا. هذه بطوله افريقيه يا ناس، اللي كنا في وقت مضى كنا مصنفينها باللي هي تنافس كاس اوروبا. والشعب المروكي والابواق، عاش الملك، الجزائر ارهاب، الجزائر. اذا فوزي لقجع يعترف بعدم الجهوزيه، ومن الان فصاعدا هو يحذر الى كذبه اخرى. والان فوزي لقجع عنده حل واحد، انه تبقى راضخ وذل روحك لباتريس موتسيبي وتقدم له اموال كبيره للكاف. لما تقدم اموال كبيره للكاف راح يقبلوا لك الملاعب والله وتلعبهم برا. لكن احنا نطلبوا من وليد صادي والمسؤولين الاخرين راح يدخلوا للكاف على الاقل يحطوا نقاط على الحروف. لا يعقل انك في الملف الدلي باللي عندي 65 ملاعب، واحد 65000، واحد 45000، واحد 35000، واحد 100000، ومن بعد تلعبني انايا في عشب اصطناعي وما كاش لتريبين صراحه، ومن بعد تقول لي هذو ملاعب. لا والله نحن لا نرفض هذا الامر، سواء كان المروك ولا حتى الجزائر ولو حتى بلدنا. اذا كنا نحن غير جاهزين نطلب عدم التنظيم، لكن نحن الحمد لله بالاضافه لست ملاعب عالميه اللي نظموا فيها كاس العالم بشكل عادي، مشاريع وتحدي في عامين اننا نبني 7 ملاعب اخرى. اين في ورقلة وفي باتنا وفي بشار؟ لكن في المروك غير الكذب ما تقدرش تعرف وين راهم رايحين بها. فابن خوتنا هذا موضوع اخير، موضوع اخر مازلنا نتبعوا في هذا الموضوع، رانا نتبعوا كل خبر خبر من الانسان للانسان حتى نجيبوا باذن الله الرسمي تاع الرسمي ونشوفوا شنو هي البوادر. وقلنا لنا عوده في شهر فيفري يعني الفينال تاع هذا الموضوع، ونشوفوا بعد مارس لما يدخل وليد صادي وبعض الاشخاص اللي معروفين برفضهم لهذا الشيء على غرار البعض، اقول بعض مسؤولي الكونغوليين، التنزانيين، الجزائريين، التونسيين، وشوفوا كيف نهايتها. لانه لا نرضى، تصوروا ديربي الجزائر مصر او الجزائر تونس، ديربي عربي افريقي مغاربي في ملعب نهضه بركان اتحاد العاصمه، لما اكتشفنا على انه سيلعب في ذاك الملعب الواحد يقشعر له بدنه. يعني الجزائر ملعب 5 جويليه يتسع ل 120 متفرج، يروح ملعب نهضه بركان يعني عيب وعار.
مازال الجوار يروحوا بعد المباراة يعمروا الماء من السيتيرنا تاع طونو تاع ما، مازال يعمر الماء ويدخل يغسل، مازال يدير لاشين على المراحيض. لا ادري، على كل حال انت رانا انتبه في هذه القضيه، شاركونا برايكم في التعليقات، رانا ندعموا يعني في كل ما هو يعني اخلاقي، ورجاء دعمنا لنبقى دائما يعني في العمل ونبقى في موقع التواصل، لانه بلا بكم صراحه بالابلاغات القناه تصبح لا ترى اصلا في المواقع. شاركونا برايكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.